فين؟ من الآخر فين المعوقات؟ طب خلينا الأول نبدأ كده نبسط للناس. اتفضل. نقول لهم هي الزيادة السكانية دي نعمة ولا نقمة؟ نعم. هو ده وقود التنمية ولا قنبلة موقوتة؟ نعم. نقول السكان واحد من عناصر القوة الشاملة للدولة، يعني إن الدولة يبقى عندها سكان دي ميزة. نعم. بس المبدأ ده مش مطلق، هو مشروط بحاجتين. نعم. إن الزيادة السكانية ما تتجاوزش قدرة الدولة على توفير الخدمات بطريقة مناسبة، وعلى إن الزيادة السكانية ما تأثرش على نصيب الفرد من الموارد الطبيعية زي المية زي الطاقة زي الأرض الزراعية. نعم. طب تعال نشوف، هل يا ترى الزيادة السكانية في مصر بتأثر على قدرة الدولة على توفير الخدمة بطريقة مناسبة؟ حضرتك متخيل إحنا في آخر 8 سنين زدنا كام مليون؟ كام؟ أكتر من 17 مليون. إحنا في 2014 كنا 86 مليون فاصلة 7، أنت دلوقتي 103 مليون و300 ألف، يبقى أنت زدت أكتر من 17 مليون في آخر 8 سنين. الدولة حضرتك متخيل ال 17 مليون محتاجة الدولة تبني لهم قد إيه في حضانات ومدارس ومستشفيات وتوفر بعد كده لدول لما يكبروا فرص عمل؟ وحاجة تانية، احنا بنقول ان الزيادة السكانية ما تأثرش على نصيب الفرد من الموارد الطبيعية زي المية. وحضرتك كنت بتكلم بطريقة واضحة جدا. نعم. سنة 1959 مصر والسودان عملوا مع بعض اتفاقية. نعم. عشان نشوف حصة مصر من المية كام. كان نعم. ساعتها نصيب مصر من المية 55.5 مليار متر مكعب، وكان عدد سكان مصر حوالي 25 مليون. انا دلوقتي عدد سكان الضرب اكتر من 4. نعم. فنصيب الفرد اللي كان اكتر من 2000 سنه 59، دلوقتي نصيب الفرد اقل من 600. ايه اهميه الرقم ده؟ الامم المتحده قايله ان الفقر المائي هو اللي اقل من 1000. فانا دلوقتي في الفقر المائي، طب في 2050 هبقى اقل من 400، في 2100 هبقى اقل من 300. طب وايه اهميه 400 و300؟ ان ده اقل من 500. الندرة المائية أقل من 500، يبقى أنا دلوقتي في الفقر المائي وبعد شوية أخش في الندرة المائية. طب الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن الدولة المصرية دلوقتي قاعدة بتصرف مليارات عشان تبطن الترع، عشان تقلل الهدر في المياه. نعم. عشان تعمل معالجة ثنائية وثلاثية. نعم. عشان تعمل إن أنت مية البحر تستخدمها. نعم. وإعادة استخدام المية التحلية. التحلية. كل ده بيكلف مليارات. تخيل المورد ده لو عندي كان مورد كبير ما كنتش هدفع كل هذه المليارات في موضوع الميه، كنت هدفعها بقى ساعتها في بناء مدارس ومصانع. نعم. فانت عندك مشكله، مواردك محدوده وعدد سكانك بيزيد. يبقى احنا انت عاوز تعمل ايه؟ تتحكم في الزياده السكانيه اكتر من كده. ويمكن حضرتك دايما ناس كتير ساعات مغردين يضربوا لك امثله بدول من غير ما يوضحوا لك الحقيقه. الصين. الصين حضرتك والهند. طب نرد عليها. حضرتك الصين دلوقتي فعلا عدد سكانهم مليار و400 الف. 400 مليون. 400 مليار و400 مليون. حضرتك عارف ان معدل النمو السكاني حاليا في مصر 4 أضعاف دوله زي الصين. هي الفكره مش في عدد السكان، هي الفكره ان بزيد بمعدل قد ايه؟ معدل النمو السكاني الحالي في مصر 4 أضعاف دوله زي الصين، فيبقى دي ردنا على دوله زي الصين. حضرتك برضه يمكن من فتره كده كنت اتابع تويتات كانوا بيحكوا ان روسيا الرئيس الروسي كان بيشجع الناس على الخلفه. حضرتك عارف روسيا في اخر 8 سنين زادت كام مليون؟ كام؟ 2 مليون. كانوا 134 مليون بقوا 36. يبقى انا روسيا في اخر 8 سنين زادت 2 مليون، بينما انا في اخر 8 سنين 17 مليون. حضرتك متخيل الحمل على ظهري؟ طب تعالى نرجع ورا شويه، نقول سنه 55 كان عدد سكان مصر كان كويس جدا، كنا 23.5 مليون. هنضرب مثل بدوله زي المانيا، المانيا دي هي الدوله رقم واحد في عدد السكان في الاتحاد الاوروبي. عدد سكان المانيا ساعتها كان 71.5 مليون، يعني سنه 55 المانيا كانت 3 أضعاف السكان مصر، هم 71.5 واحنا 23.5. احنا دلوقتي في 2022 احنا تجاوزنا 103 مليون و800 الف، وهم كل الحكايه زادوا من 71.5 ل 84 مليون. يبقى في الفتره اللي انا زدت فيها اكتر من 80 مليون المانيا زادت كام؟ 12.5 مليون. يبقى انا زدت 80 اكتر من 80 مليون والمانيا زادت 12 مليون. حضرتك عارف